مجموعة من الشباب بتعمل على صيانة المدارس الأقل حظا، وراح يبلشوا في مدارس في الزرقاء وتحديدا 9 مدارس. خلينا نتعرف على الشباب اللي فكروا في هالمبادرة وقاموا فيها. ببلش من عند توفيق فزع مدير مبادرة لمسة عطاء، أهلا وسهلا فيك، وسراج سندو مدير العلاقات العامة لمبادرة لمسة عطاء، ودانيا الخطيب صاحبة الفكرة، صاحبة فكرة مبادرة لمسة عطاء، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بدي أبدأ من عندك دانيا، يعني هي فكرة مبادرة لمسة العطاء، يعني هاي رسالة وهدف واضح جدا ونبيل، لكن أنا حابة أعرف بالبداية أنه ليش اخترتوا المدارس حتى أنكم تعملوا على تصليحها بالأول؟ بالضبط، شكرا أنه استضفتونا بهذا البرنامج بهذا الشهر الفضيل. هلأ إحنا كفكرة بلشت بالبداية كطلاب جامعات، يعني أغلب المتطوعين معنا حتى طلاب جامعات. هلأ بلشت بمكتب التعلم الخدمي من الجامعة الهاشمية، كنا ماخدين مادة تعلم نفس لعب إنه نروح على مدارس ونلعب الأطفال وهيك. هلأ لما نروح نزورنا مدرسة إنه عشان نعمل البروجكت تاعت المادة هاي، كانت الدكتورة رندا محاسنة هي المسؤولة عن البروجكت، فلما نزلنا على المدرسة لقيناها غير مؤهلة أصلا لجو اللعب، يعني حتى غير مؤهلة لجو تعليمي لحتى تصير مؤهلة لجو اللعب. فإحنا كنا 6 صبايا بالجامعة، فحكينا إنه لازم نعمل لهم نهيئ لهم جو لعب يعني ودراسي يعني يتأقلموا معه مناسب بالضبط. فرحنا مددنا مدة البروجكت من أسبوع لأسبوعين. أول أسبوع خلصنا فيه ترميمات بسيطة للمدرسة، وتاني أسبوع خلينا إنه نلعب الأطفال يوم مفتوح وهيك. هلأ بعدين إنه ليش إنها مدارس مش إنه مثلا بيوت أو أيتام أو إيش، مع إنه تطرقنا لموضوع الأيتام إحنا كمان بالمبادرة بشهر رمضان الكريم. هلأ المدارس بالذات إحنا مركزين على الأساسي، يعني على الابتدائي. أول شيء عشان نزرع فيهم روح العطاء، يعني هلأ لما يشوفوا إنه في والله طلاب قاعدين عم بيساعدوهم وبيعملوا لهم بيئتهم وهيك، هم بس يكبروا رح يتذكروا هذا الإشي ممكن يفيدوا بلدهم مستقبلا. غير هيك إنه عشان تبني مجتمع كبير ويعني وهادف ومفيد بالضبط، لازم يكون بيئة تعليمية مفيدة. أوكي، فإنه إحنا يعني حاولنا إن نساعدهم بهذا الموضوع يعني. بالضبط. حلو. فانتقل الموضوع إنه اللي شجعنا أكتر بعد الجامعة الهاشمية، نزلنا البروجكت على إحسان.net. نعم. اللي هو أحمد الشقيري كان داعمه الإعلامي. نعم. بالضبط، الإعلامي أحمد الشقيري، فإنه وافق عليه وطرح مسابقة الأندية. بعدين مش الموضوع وحكى لنا أوكي امشوا فيه وهيك. نزلنا دورنا على داعمين لأنه بروجكت كبير زي هيك إنه مدارس وبعدين هي أقل حظا، يعني إنه شبه إنه خربانة على الآخر يعني. فإنه الحمد لله تيسرت على إنه بالآخر أستاذ عبد الرحيم زواهرة، بشكره كتير، أنا هو صاحب هيئة شباب كلنا الأردن، هو اللي دعمنا أكبر إشي إنه وشجعنا على المبادرة وقالنا أنا معاكم وكل إشي طيب. بتحتاجوا قدي لكم بلشين بالمبادرة اللي هي إصلاح المدارس، قدي لكم بلشين فيها؟ إنه تقريبا أسبوعين إحنا بادين فيها. لكم أسبوعين. طيب هلأ لما شفتوا هاي المدارس ورحتوا شيكتوا عليها لقيتوا إنه هي عم بتعاني من بنية تحتية سيئة، هي مش مهيئة أبدا لحتى الأطفال أو الطلاب الصغار يستمتعوا فيها ويستمتعوا بال صح. يعني خلينا نقول المرافق اللي موجودة فيها مش موجود فيها أي مرافق. اتواصلتوا مع الجهات المعنية سألتوا إنه ليش هاي المدارس مش مؤهلة لحتى الطلاب يستمتعوا بالمرافق اللي موجودة فيها؟ احنا بدايه اول ما شفنا المدرسه بالذات كانت هي مدرسه حطين الاساسيه. نعم. يعني هي بدينا فيها تقريبا رحنا نزلنا على التربيه، تواصلنا مع المديره ونزلنا على التربيه الموجوده في المنطقه هذيك، اكتشفنا انه كانوا ناويين بدهم يعملوا يطرحوا لها عطاء لكن ولا حدا متعرف على المدرسه. طيب شو وضع المدرسه بالضبط؟ بس نبذة صغيرة إنه مجرد ما بدينا الشباب المتطوعين معنا نزلنا إنه بدنا ندهن المدرسة لازم نظبط نشيل الدهان القديم حتى نعمل. كنا مجرد ما إنه نلمس الدهان القديم السور كان يوقع. يعني السقوف كانت توقع، إنه يعني كانت مشاء يعني جدا بسبب الرطوبة، مدرسة قديمة كثير يعني أعتقد بيزيد عمرها عن 50. لدرجة إنه امبارح وإحنا بنشتغل إجا أب ومعاه ابنه الصغير، فبيحكي لابنه انه شافنا بنشتغل، بقول ايش بتعملوا هون انتم يعني متطوعين انه شركه ناويين تثبتوا المدرسه. حكينا له الفكره وجدا اشاد فيها، حكى انا درست فيها المدرسه. طبعا انا المدرسه احد طلابها واحد خريجيها. نعم.
فلما حكى لنا انه بحكي له انت قبل كم سنه درست فيها، بحكي لي قبل 42 سنه، فانه مدرسه كثير كثير قديمه وعريقة. ماشي وفعلا يعني كانت مخرجه اجيال جدا. نعم. يعني فيها ناس كثير تعاقبوا عليها ويعني كثير ناس استخدموها. لما انتوا توفيق يمكن لما اخترتوا المدارس اخترتوها لفئات معينه من الطلاب. مش لمثلا الطلاب الكبار بالعمر مثلا والفئه الطلاب الاطفال الاساسيه. وهذا كان زي ما حكت يمكن غاده دانيا قالت انه بحاجه للاساس بالاول، انه الاساس يكون قوي حتى انه يقدروا بالنهايه يصيروا ويعطوا لقدام. فتركيزكم اذا كان على الفئه العمريه الاطفال. احنا بدايه كنا مركزين مدرسه، لكن فكرنا شوي بالموضوع، درسنا اكثر، فحكينا لما نخصص لمدارس اولاد صغار. الولد الصغير لما تيجي تعطيه شيء جديد ويشوف ناس اكبر منه تعبوا فيها، وشوف احنا طلبنا برضه مساعده اهل الحي حتى يحافظوا على الاشياء. لما شافوا اهل الحي بتشتغل معاهم وانه المدرسه تبعتهم تركوها خلينا نحكي خربانه بعض الشيء ولاقوها بعدين جديده، راح يعني بكره لما يطلعوا على مدرسه ثانيه يطلعوا من محيط المدرسه هاي اللي هم موجود فيه، وروح على مدرسه مثلا مشبه الاهليه والكفاءه مدرستهم، انه راح انا متاكد راح تراودهم فكره انه طب ليش ما احنا نساعد زي ما غيرنا، ليش ما احنا كمان نطور المدرسه. طيب سراج عفوا بس عشان اذا سريعا نقدر نغطي اكبر قدر ممكن من المبادره، اذا بنقدر نحكي عن طبيعه الاصلاحات اللي انتم عم بتقوموا فيها بالبدايه بمدرسه حطين، ايش عم تعملوا بالتحديد؟ هي طبيعه الاصلاحات عباره عن زي ما حكى توفيق انه احنا قاعدين من نعمل زي حفله لدهان القديم على اساس انه ندهن وجه جديد مع كساره. طبعا دهان رايحين احنا نجيب دهان ملون مع رسومات حسب الاعمار للاطفال الصغيره، مثلا صف اول يكون لهم مثلا نوع معين من الاحرف والارقام. نعم. وصفوف زي هيك متتاليه، واحنا يعني في شباب كثير متطوعين رايحين يساعدونا بهذا الشيء. عرفنا انه في رسامين كمان متطوعين. يعني فئات مختلفه من المجتمع ومواهب مختلفه عم بتشارك بهذا اكيد المواهب. يعني احنا لما طرحنا هاي المبادره الكل يعني من جميع المجالات ومن جميع التخصصات كلهم يعني كان لهم دور معنا والكل كان حاب يشارك. نعم. وكثير شاركوا يعني باكثر من شغله. حضيف على احنا بس سراج انه عن جد انه هلا بيحكوا انه الشباب شوي ضايع وهيك، بس عن جد انه بس انطرحت المبادره عن جد الشباب فيهم خير، وما بتتخيلي قديش هم بيجوا من اربد وبيجوا من عمان وبيسهروا ليالي بالمدرسه عشان حابين انها تخلص وحابين الشغل كتير. غير هيك انه حتى اصحاب الشركات اصحاب الاموال عن جد فيهم خير. يعني هلا مثلا في مهندس حيدر الكيلاني محلات مصنع الشامبيون. نعم. اوكي مجرد احنا كنا ضايعين فكره الدهان لانه الدهان كتير يعني داخلي وخارجي واسوار وهيك، فلما احنا كنا بس نروح نحسب كميات عشان نامنهم. فاستاذ حيدر الكيلاني قال لي خلص انه هاي عندنا وكل شيء. اكيد هي مجرد انه الفكره بانكم تبادروا بهيك شغله شيء كثير مميز وبنشكركم كثير عليه، وان شاء الله بنتابعوا لقدام كمان مش بس المدارس حتى اي اماكن بحاجه لصيانه وتصليح اكيد تقوموا عليها. وهذا شكر يعني بالفعل مشكورين عليه، جهد مشكورين عليه. كل شكر لكم. دانيا بدي اشكرك الخطيب صاحبه مبادره لمسه العطاء، وايضا سراج سندو مدير علاقات العامة مبادرة لمسة عطاء، وتوفيق فزع مدير مبادرة لمسة عطاء. شكرا لكم. بس سريعا سؤال بس دقيقة للي بيحبوا يتطوعوا معكم يتواصلوا معكم كيف بلاقوكم على الفيسبوك؟ على الفيسبوك أو مبادرة لمسة عطاء أو إذا بحبوا أنه 079 779 2607. شكرا لك.